يا مساء الخير، اهلا بكم ومرحبا في افتتاح بعد غيبه طويله لمنتدى المستقبل اللي بيقوده صديقنا العزيز النقد الكبير دكتور يوسف عبد الله. وطبعا افضل افتتاح انه يبقى معانا الكاتب الكبير الصديق العزيز احمد صبري المفتوح. وطبعا احمد صبري المفتوح ليس غريبا عن الساحه الثقافيه في مصر والعالم العربي، ليس بالجوائز وليس بالكتابات وليس بالسفر وليس بالترجمات، ولكن حقيقه بحضوره. لان انا بعتبر ان في كتاب في مصر بيبقوا خارج حزبه النخب المريضه اللي موجوده في مصر، هي النخب اللي بتقعد تصدر وتكرس وهكذا، وفي كتاب بيبقوا خارج النخب حقيقه. فاحمد صبري المفتوح هو احد كبار الكتاب اللي هم كسروا شوكه هذه النخب بابداعه. راجل قاعد في البلد هناك وابداعه بيسبقه، وبيروح لمحمد هاشم الناشر وينشر عنده، حتى ليس في هيئه الكتاب ولا في مجلس اعلى الثقافه، وده راجل بتاع يعني شغال وبيكتب روايات. وطبعا هو له انتاج عظيم، انا مش هقول السي في بتاعه لانه معروف، مكتوب ورا في الروايه. وهذه الروايه بتختلف عن المسارات اللي كانت فيها الروايات السابقه. انا بعتبر ان هذه الروايه هي برغم ان عنوانها حكايات من جنازة بوتشي، ويبدو ظاهرها هو الكلام عن الكلاب، لكن مضمون أو قضية الكتاب كما أرى إن هو حوار ما بين الشرق والغرب، وهكذا تضاف هذه الرواية إلى كل الروايات التي ناقشت هذا الأمر منذ رواية قنديل أم هاشم في الأربعينيات، مرورا بعدد كبير جدا من الروايات، وطبعا طه حسين والطيب صالح، ووصولا إلى هذه الرواية. كيف أو لماذا أنا أقول إن الرواية تتحدث أو تدير حوارا بين ثقافة الغرب وثقافة الشرق؟ طبعا ببساطة شديدة جدا، إن في جاك شهاب الدين، وده أنا استغربت الاسم أول ما لقيت في البداية جينيفر ومكتوب إبراير حتى بالألف، فاستغربت إن الرواية دي، لأن إحنا كنا بنحكم في جائزة الدولة التشجيعية، فجت لنا كل الروايات اللي إحنا بنحكم فيها أسماء أجنبية، فاعتقدت انها زعمنا زي الروايات المترجمه اللي كان بيكتبها حافظ نجيب زمان. حافظ نجيب كان بيكتب روايات مغامرات وكان فيها الاسماء الاجنبيه، لكن لقيت ان هذه الاسماء لها فلسفه هو شارحها فيما بعد. فكان جاك شهاب الدين ده مسافر المانيا، وهو راجل مسلم ومتدين، تدين خفيف يعني، مش المتطرف او الارهابي او الوهابي. وفي غيابه وهو في برلين جات نزوة أو جات فكرة لبنته إن هي تجيب كلب. وطبعا أمها إنجليزية، زوجة جاك إنجليزية، والبنت اسمها طبعا جينيفر. أقرأ أول صفحة بس عشان يبقى في مفتتح. وطبعا المفتتح اللي عمله الشعري الجميل، يعني ده ينتمي الى افتتاحيات شعريه، اللي هو صلاه: يا ابانا الذي في السماء تقدس اسمك بجلالك، يا ابانا قدرت ان تحيا مخلوقاتك وتموت، وبوتشي الجميله واحده من ارق مخلوقاتك، وها هي بعد رحله طويله في الحياة تصعد إليك طاهرة بغير دنس. وبيستكمل المفتتح اللي هو عامل زي المفتتح كده في
او زي الكتابات اللي في الكتاب المقدس. في احدى امسيات ابراهيم الرائعه رن جرس الباب ودخلت جينيفر على امها بثقبها المعتاد حامله كلبه صغيره بيضاء لها غره سوداء تنسدل فوق جبهتها وفوق ظهرها بقعه صغيره من نفس اللون. كانت امها في طريقها من الريسبشن. طبعا ابو الفتوح دقيق جدا في وصف الاماكن الصغيره والكبيره، يعني الغرف والصالات والمكتبات وحاجات كتيره جدا بيغوص فيها. فبتعرف جينيفر بتعرف الكلبه اللي جابتها، فبتعرفها قالت لها دي ماما الدكتوره جوين، عامل لها هو يعني الاسماء الاجنبيه ما اعرفش انطقها كويس يعني. جويندلين. ده معقد، الاسم معقد. جويندلين. طب ده اسم جويندلين. وتصغيرها جوين. وتصغيرها جوين. ايوه وتصغيرها جوين. فبتعرفها دي دايزن ودي ماما، وده بدايه المفتتح. فيتضح من خلال هذا المفتتح ان جوين دي محرومه من الكلاب او ممنوعه من تربيه الكلاب لفتره طويله. ليه؟ يرجع بينا الراوي على القصه اللي نشات عليها حياه جاك شهاب الدين وجوين عندما تعرفوا على بعض في الخارج وحبوا بعض. وكمان هو ابوه نفسه عبد الرافع كمان كان متجوز واحده انجليزيه، وكانت لما كان جاك بيدرس هناك فتعرف الى جوين. وطبعا كان في معارضات من اهلها ان هي تتجوزه، وبعدين كان ليها كلب اسمه فوكسي. ميدياس. كلب اسمه فوكسي، فقال لها الا الكلب، لا احنا ممكن نقبل بعض الا الكلب. طبعا كان في ماساه شديده جدا انها تيجي من انجلترا وانها ما تجيبش الكلب معاها، ولكنها قبلته لاسباب عمليه لانه كان لازم يجي مصر. وقال لها ان انا من المحتمل ان اتي الى مصر لكي اكون وزيرا. فطبعا قصاد المنصب ده فاهلها امها وابوها وخالتها وافقوا على انها تيجي مصر مع زوجها المرشح ان يكون وزيرا في مصر. لما جم هنا طبعا ما فيش كلاب، لما خلفوا الثلاث بنات. وفي فكره لطيفه اتعملت في اسماء البنات ان جينيفر اسمها جينيفر جينيفر زينب، والثانيه ليليان فاطمه، والثالثه معرفش ايه. والاكثر من 20 سنه خلفوا ثلاث بنات. وحتى ان ابتدت المشهد الروايه بفكره الكلب ودكتور جاك شهاب الدين ده في برلين لبعثه لمده 10 ايام. وجاء تليفون، فكانت لازم الام كواحده انجليزيه صارمه لازم تصرح الاب بان في كلبه وصلت الى المنزل. فطبعا قالت له في التليفون، انا بس اعمل تلخيص سريع وصغير للروايه عشان نعيش في الجو بتاع الروايه. فقالت له في بنتك، قال لها ازاي ومش ازاي وحاجات كده اهو. فطبعا ايه، قالت طب خد بنتك كلمها. فبيكلم هو بيكلم بنته وكانه بيواصل مع زوجته حتى ان اتى الى مصر. الظريف لما جه ان الكلبه الكاتب هنا ما بيتعاملش معاها كمخلوق، كمخلوق كمان اتعامل معاه، بيتعامل معاها انها بتفهم، ده بتراقب وبتسمع وبتشعر وبيتكلم على ان في حتى ذبذبات جوه الكلبه نفسها بتفهم مشاعر الناس تجاهها. طبعا ان انا متزوج سيده حريفه كلاب وعندها ثلاث كلاب في البيت، فكنت اصدق الحاجات دي الاستاذ اماني، ما كنتش اصدق الحاجات دي. لكن لما كتبها ابو الفتوح فقلت لا، ده ليها صدى، ده ليها صدى كمان ثقافي، مش صدى عمل في الحياه يعني. لما كنت بقول لي كنت باخده على قد حاجه. فقال لك ان في البدايه ان الثلاثه قاعدين يتكلموا وهم مراقباهم وهم مطنشينها، مش سريتها مطنشينها. لكن قال حاجه ان في ذبذبات بتوصل من هذا من دايزل دي عبر الثلاثه، عارفه القصه ايه. ورغم التجاهل المصطنع ده الا ان فيه تمام شديد جدا في التجاهل، زي كده واحد ايه مش شايف الجريمه، حاسس مش عايز يعدي على الجريمه بتاعته. زي انا كنت زي كده، انا ايه انا انا
يعني واحد عاضدني فانا مش عايز نتكلم مع بعض، بس بالعافية جيت نتكلم، لازم نتكلم مع بعض. فحسب طبعا هو مش الدكتور جاك مش قابل حكاية الكلمة خالص، مش مستوعبها. هنا بينشأ بقى ايه حوار، هل الكلب فيه نجاسة ولا مش نجاسة. طبعا في جراءة شديدة جدا، جراءة مستترة وشجاعة كاملة جوه الكتابة، على اساس ان الدكتورة كأنها بتصطدم بشخصية جديدة، وان بتقول كيف تحكمنا كتابات او تحكمنا عقول. بتقول لها يا بنت هو ده اللي متخن دماغ ابوك ايه؟ واحد صاحبه اسمه بخاري. قالت لا ده مش صاحبه. قالت لها مين ده؟ قالت لها ده الامام بخاري. قالت له ايوه الامام بخاري. والراجل ده عايش ولا ميت؟ قالت لا ده الراجل ده مات بقاله 1100 سنه. يا نهار اسود 1100 سنه وما زالت افكاره تتحكم فينا حتى الان. قالت لها هو ده اللي ممكن. ودي كل الاحاديث اللي بتتكلم على فكره نجاسه الكلب احاديث ضعيفه، احاديث غير مسنده وهكذا. طبعا في حوار رائع وممتع وسردي جميل جدا في الكتاب، ما هواش فيه معاظره، احنا بنلاقي كده ايه. بس انا حسيت يا دكتور مفتوح وانت بتقول ان ابوه كان بيقرا قاسم امين والعقاد، وانت حطيت الان روك جريه. حطيت ليه الان جريه؟ ده الان جريه ده راجل حديث، ده بتاع ابن الستينات. تحطه ليه مع المطرود القاسم امين وبرنارد شو؟ يعني دي احذفه النبي عشان خاطر. الحوار الدائر في الروايه ما بين الاب، لان في كمان حوار دار ما بين جنيفا زينب وما بين ابوها، حوار ممتع جدا استدعي فيه الشيوخ. قال لها يا بنتي انا مش متطرف، انا مش وهاب، لان هي حاسه انها بتقول ايه الوهابيه دي جت منين. قال لها لا 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 مش وهاب، انا احنا مسلمين معتدلين وهذا الكلام. وراجل لطيف جدا متاثر بالثقافه الاوروبيه. ولما احتدمت الخناقه بين الثلاثه، كانت طول الوقت الدكتوره ام جنيفر واخده موقف الحياه، قالت له انتوا وبنتك اتصرفوا، لكن هو البيت اللي قدام شقته ده بيت ابوه وامه القدام. قال لها خلاص احنا هنحل المشكله دي، وانا راح اقعد في الشقه وانت تقعدي انت وبنتك هنا. بنته قالت له يا اما تحط الكلب بتاعتي في الجراج. فجنيفر قالت لهم لا انا هاخد هدومي وسيب لكم الكلب وامشي. ومش بالفعل راحت عند عمتها في القاهره، لان هم قاعدين في المنصوره. فلما جت القاهره هو طبعا صعبان عليه جدا. نشأت علاقه بين دكتور جاك وما بين دايزر الكلب، علاقه لطيفه جدا. هنا مفيش مبرر، كان في مبرر انساني تشعر ان فيه سمت شحنه انسانيه، لان الكاتب هنا كمان بيعمل شحنات انسانيه، لان مفيش تطرف حتى في الحوار، مفيش عنف زي اللي عند الطيب صالح، ومفيش كسر ضلوع زي قنديل ام هاشم، لكن في سمت ثقافتين متصارعتين على اكبر حوارات. يعني الست يعني اولا هو اهبط ان الدكتوره زوجة جاك لم تخضع له كرجل، ولكن كان في مبررات ان هو يجي. فابتدى لما جت بنته القاهره راح كاتب جواب فاتن جدا الى بنته. كتب ايه في الجواب ده؟ بيحكي لها قصه ابوه وامه، قصه كاترين وعبد الرافع القديمه، وبيعمل فيها تبريرات جميله جدا. انا هتوقف عند هذا القدر عشان الروايه ممتعه للغايه، عشان نوصل لبوتشي اللي هو ابن مين؟ اللي هو بنت دايزن. فطبعا اللي هو تقريبا موتها هنا، وبيقول لي لسه ان عياله زعلانين قوي عشان بيفول عليها لما قال لها مات في الروايه. لكن عايز اقول ان بالاضافه الى ان الروايه بتدير، انا شايفها بهذا المعنى، بتدير حوارا بين الشرق والغرب، الا انها ممتعه وشخصيات ممتعه وسلسه، وطبعا مفيش كعبله فيها، ما عملش كده زي الكتاب الرؤيين اللي بيعملوا احيانا، بيعملوا لنا تحت عناوين اخرى الحداثه ومن بعد الحداثه. الراجل بسيط قاعد على مصطبه روائيه، يسرد كانه بيحكي، كانه بيكلمنا بمتعه شديده جدا،
انا مبسوط جدا من الروايه ومش عايز استهلك وقت اكتر من كده. طبعا كان لازم احنا نرحب بيكم وعلى راسنا من فوق مع هذا الكاتب العظيم، ومعانا طبعا ناقدان اللي هم اعتقد شايلين الحركه النقديه دلوقتي، الناقدان الكبيران الدكتور يوسف عبد الله والدكتور محمد سيدور الفشوشه اللي بيلعب في الموبايل. وعشان كده نبدا بصديقي العزيز الدكتور يوسف عبد الله.